وقت الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا أهلا بحضرتك. يعني كلنا سعداء جدا بالخبر إن هو في انخفاض، يمكن إن هو درجة أو درجتين لكن بالنسبة لنا بتفرق شوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة. هو طبعا بالفعل يمكن إحنا خلال هذه الأيام قيم درجات الحرارة مستقرة بشكل كبير وتعتبر حول المعدلات الصيفية المعتادة للوقت ده من السنة، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل في الظل 35 درجة مئوية. لكن طبعا نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير، يمكن ده اللي بيخلينا نحس ان قيم درجات الحرارة اعلى من ال 35 او ال 36 طبعا. درجة مئوية، لان نسب الرطوبة بتتجاوز 90 وال 95% في الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواحلنا الشمالية، وايضا بتتجاوز 80 وال 85% في القاهرة الكبرى، وده يخلي احساس بقيم درجات الحرارة اعلى بمعدل من درجتين لاربع درجات مع اختلاف نسب الرطوبة من منطقة للثانية. يعني المحسوسة على القاهرة الكبرى النهاردة انا هحسها لو تكون 37 او 38 نتيجة وجود نسب رطوبة، لكن طبعا هي قيم درجات حرارة اقل بكتير من اللي كنا بنسجلها في شهر 7 او شهر 6، فالاجواء مستقرة والطقس هيكون فترة النهار حر رطب في معظم المحافظات. الناس بتقول خلاص احنا بقينا نحب شهر اغسطس تاني، يعني عارفه حضرتك درجات الحراره فيه بقت احسن من شهر 6 وشهر 7، فالناس متصالحه مع شهر اغسطس دلوقتي. هو بالفعل شهر 8 قيم درجات الحراره اللي احنا سجلناها من بدايه شهر 8 هي اقل بكتير من قيم درجات الحراره اللي احنا بنسجلها صحيح. او كنا سجلناها في شهر 7 او شهر 6، لان احنا شهدنا في شهر 7 طبعا موجات كان شديده صحيح بالظبط ارتفاع كبير في قيم درجات الحراره، يمكن ده كان متوقع ان شهر 8 خلال هذا العام يكون قيم درجات الحراره اللي فيه اقل من اللي سجلناها في شهر 7 او شهر 6، لكن نسب الرطوبه العاليه هي بس اللي مخلينا نحس ان قيم درجات الحراره مش منخفضه بالشكل الكبير. طبعا احنا بنقول اجواء حر رطبه فتره النهار في معظم المحافظات الشماليه من سواحلنا الشماليه للوجه البحري للقاهره الكبرى، تبقى الاجواء شديده الحراره في محافظات الجنوب شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وخاصه في وقت الظهيره مع شده الاشعه الشمسي، لكن في فترات الليل مع غياب اشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره طبعا. لكن عظمه الرطوبه بتكون فتره الليل، يعني نسب الرطوبه العاليه كمان بتكون فترات بالظبط هي نسب الرطوبه العظمى اللي هي بتتجاوز فيها 90 او 95% بتبقى فتره الليل مش فتره النهار، فبالتالي هتبقى اجواء فترات الليل مائله للحراره رطبه، لكن ايضا عندنا نشاط للرياح في معظم انحاء الجمهوريه، ده ممكن بعض الشيء في فترات المساء وساعات الليل يساعد على تلطيف الاجواء او احساسنا بقيم درجات حراره اقل ونسب رطوبه اقل، لكن هنحسه بالشكل الكبير في الاماكن المفتوحه او المدن الجديده، يمكن المناطق الداخليه مش هتحس بنشاط الرياح بشكل كبير. ايضا طبعا نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه الظاهره الجويه المؤثره معانا هي الشبوره المائيه اللي بتظهر طبعا فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، ومعاها انخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه ما بتاثرش تماما على حركه المرور وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا كده الساعه 7 8 صباحا الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن بشكل كبير على اغلب الطرق. يمكن كمان بدات المحافظات الجنوبيه زي الاسوان قبل بس ما نتجه للمحافظات الجنوبيه، حضرتك بتقولي في الرياح، فالرياح دي هل هتاثر على حركه الملاحه البحريه وحركه كمان البحر المتوسط؟ لان طبعا احنا عارفين الساده المصطفين دلوقتي بيكونوا بينزلوا الميه، فهل في ارتفاع في الامواج ولا يعني امواج مناسبه لنزول المياه؟ هو طبعا في نشاط للرياح لكن سرعات الرياح مش عاليه بالشكل الكبير، يعني احنا سرعات الرياح بتتجاوز ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعه في الاماكن الداخليه كمان، وايضا سرعات الرياح على البحر المتوسط لا تتجاوز 30 كيلومتر على الساعه، فبالتالي ده بيؤدي ان ارتفاع الموج يكون ما بين 1 ل 1.5 متر البحر المتوسط تحديدا معتدل مؤهل معتدل جدا ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، كافه الشواطئ كمان مناسبه ان احنا نستمتع بالاجواء،
كمان البحر الاحمر هو معتدل لمضطرب ارتفاع امواج ما بين 2 ل 2.5 متر، فنقدر نقول ان هو مؤهل تماما لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن نخلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر لان بس ارتفاع الموج هيبقى اعلى أكثر. داخل عمق البحر الاحمر، لكن نقدر نستمتع بالاجواء ايضا. لو هنتجه طبعا احنا مستمرين بقالنا فتره في الاجواء غير المستقره في منطقه اسوان وحلايب وشلاتين وابو سمبل، ويعني بصراحه الاجواء هناك يعني امطار غزيره جدا مع سيول، نسبه سيول وامطار رعديه، فطبعا هل عدم الاستقرار في حال الطقس ده مستمره معانا كمان شويه؟ بالفعل يمكن احنا الفترة الماضية كان في عدم استقرار بشكل كبير في محافظات الجنوب وخاصة جنوب سلاسل جبال الأحمر البحر الأحمر أو جنوب الصعيد، وشفنا طبعا تساقط الأمطار اللي أدى لتشكل السيول وكمان الأتربة والرمال المصهرة. يمكن الأمطار بدأت تقل بشكل كبير وبدأت تتلاشى من على بعض الأماكن، هتنحصر فقط بس في بعض الأماكن من جنوب محافظة الوادي الجديد شرق العوينات، لكن الأقصر وأسوان جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تلاشت عليها الأمطار تماما. هتكون اليوم الأمطار خفيفة المتوسطة ورعدية في بعض الأماكن من جنوب محافظة الوادي الجديد، باقي المناطق ما فيش أمطار، وكمان عشان هي أمطار رعدية ممكن يكون في بعض الأتربة والرمال المصارة، لكن بصفة عامة بدأت الأحوال الجوية كمان تستقر في محافظات الجنوب ومتوقع استمرار كمان الاستقرار ده خلال الأيام اللي جاية. بصفة عامة الحمد لله الأيام اللي جاية كلها لحد نهاية الأسبوع هتكون الأحوال الجوية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، نستمتع بالأجواء بشكل كبير، بس هنخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة لأن ده ممكن يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى خاصة في فترة الساعة 12 الظهر ل 4-5 العصر، لأن شدة الإشعاع الشمس بتكون عالية بشكل كبير، فأنا لو اضطريت للخروج في الوقت ده يفضل يكون معايا غطاء للرأس. أنا بشكرك، يحميني من أشعة الشمس. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا في برنامج صباح الخير يا مصر لحالة الطقس. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 35 الصغرى 27، عاصمة إدارية 36 27، إسكندرية 33 25، العلمين الجديدة 32 24، مطروح 32 25، دمياط 32 26، بورسعيد 33 27، إسماعيلية 37 26، السويس 37 27، العريش 34 25، كاترين 34 19، طابة 37 27، حلايب 37 32، شلاتين 41 31، شرم الشيخ 40 31، الغردقة 40 30، الفيوم 36 26، بني سويف 37 25، الوادي الجديد 44 28، أسيوط 40 26، سوهاج 41 27، قناة 42 29، الأقصر 43 30، وأخيرا أسوان 43 31. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، الطقس مستقر ومعتدل ومهيأ كمان إن احنا السادة المصطفين إن هم ينزلوا مياه البحر الأبيض المتوسط، لكن ناخد بالنا من البحر الأحمر في الأعماق لأن هو في ارتفاع بس بسيط في الأمواج. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنها عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.